في هذه اللحظات هي الحفلة الكريمة، تمت انطلاقة الشوط الرابع عشر في المجموعة السابع اللي فيها تلقى من مسافة 3 كيلومترات سباق الأصايل الأسبوعي اللي في أول المراكز في هذه اللحظات. هذا هو الباز، يدعو مكية الباز للسيد أسيف بن سعيد النعيمي مع الباز في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز وتسلل هذا هو نسيم للسيد عبد الله بن سعيد البخيت مع نسيم متسلل وانساب كان سياب النسيم في اول المراكز، اما اللي في ثالث المراكز في هذه اللحظات هذا الشعار الجميل الذي اراه من الجانب الايمن. هذا الباز يدرس مكية الباز للسيد حامد صالح الشرقي في هذه اللحظات، البازي سيد حمد صالح الشرقي في ثالث المراكز، اما اللي في رابع المراكز تسلل هذا شاهين للسيد سالم بن حمد الاتهم في هذه اللحظات في رابع المراكز، اما اللي في خامس المراكز تسلل مباشرة الى ثالث المراكز شاهين للسيد فهد بن سالم ال مسعود في رابع المراكز من الجانب الايمن، هذا شاهين للسيد مبخوت بن سعيد المسعود في هذه اللحظات في ثالث المراكز، اما من الجانب الايمن رياض للسيد سعود بن علي الهاجري في هذه اللحظات في خامس المراكز، اللي في اول المراكز هذا هو نسيم للسيد عبد الله بن سعيد البخيت مع نسيم في اول المراكز كما تشاهدونه على شاشة التلفزيون، هذا هو نسيم يرقص في هذه اللحظات بدون أي أوامر في أول المراكز. اللي في ثاني المراكز هذا شعار مفخوت بن سعيد آل مسعود مع شاهين في ثاني المراكز، أما اللي في ثالث المراكز هذا شاهين يدعو مكيد شاهين السيد سالم بن حمد بن هران المري، وفي ثالث المراكز اللي واصل هذا رقم 18 اللي غير مدون عندي في هذه اللحظات في رابع المراكز، روح مع نسيم اللي راح بالمركز الاول سيطرة تامة نسيم للسيد عبد الله بن سعيد البخيت في اول المراكز كما تشاهدونه، هذا هو نسيم في اول المراكز بعد بين بقية المشاركين حتى هذه اللحظات بدون اي أوامر نسيم لسيد عبد الله بن سعيد البخيت، وأفضل توقيت حتى هذه اللحظات مع البريدي 4:35 مع الشبل للسيد علي بن عبد الهادي البريدي في أول الشوط الأول الرئيسي، أما اللي في ثاني المراكز هذا شاهين لسيد مبخوت بن سعيد المسعود وواصل بن هران في ثالث المراكز مع شاهين السيد سالم بن حمد بن هران المري، وفي رابع المراكز عاد شاهين للسيد صالح المري في رابع المراكز، روح مع اللي في اول المراكز هذا هو نسيم كما تشاهدونه على شاشة التلفزيون، في اول المراكز السيد عبد الله بن سعيد البخيت هذا هو نسيم وصاحب افضل توقيت في سباقاته الماضية من سباقات الاصايل الاسبوعية، نسيم للسيد عبد الله بن سعيد البخيت كما تشاهدونه هذا هو يرقص وحيدا خارج السير بدون اي اوامر في هذه اللحظات، هذا هو نسيم نقول تهانينا والناموس لو لم يكن لبن هران راي اخر، واصل في ثاني المراكز هذا هو شاهين للسيد سالم بن حمد بن هران المري، هذا هو شعار سراح وشعار العديد والعديد من السباق، اما اللي في اول المراكز حتى هذه اللحظات هذا هو نسيم للسيد سعيد وعبد الله البخيت، ولكن من الجانب الايمن شاهين للسيد سالم بن حمد بن هران المري في ثاني المراكز، اول المراكز نسيم حتى هذه اللحظات، ولكن من الجانب الايمن يتسلل هذا شاهين لسيد سالم بن حمد بن هران المري، شاهين ونسيم، نسيم وشاهين، ولكن شاهين لسيد سالم بن حمد بن هران المري انتزع المركز الاول، نقول ثاني والناموس ثاني المراكز اللي ما قصر هذا ونسيم لسيد عبد الله بن سعيد البخيت المري في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذا شاهين لسيد صالح المري. التوقيت الزمني لهذا الشوط 4:42 36 جزء من السنة، تهانينا لجميع الفائزين.